السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، والفيديو هذا يا جماعة الخير جايبين لكم مقارنة بين التجميعة الجاهزة والتجميعة اللي جمع من نفسك، يعني قطعة قطعة. طبعا كله موجود على نيو انك، وراح نشوف المقارنة، هل هي تستحق يعني التجميع، نشتريها مفردة او نشتريها قطعة واحدة جميع. انا معكم باسم من قناة هيسوكا، وقربنا نوصل 3000 مشترك، يا ريت تدعمونا، واخليكم مع الفيديو. طيب يا جماعة الخير، هذه التجميع عندنا من شركة اللي هي الاي باور. اي باور هذه شركة تسوي تجميعات بالعادة، تجميعات طبعا على حسب ما ادري، ما كتبوا اسم الشركات جبنا القطع منها فسويتها بشكل تقريبي. فاول شيء نبدأ عندنا يا جماعة الخير، يقولون عندنا هنا السي بي يو او المعالج من انتل اي 7 الجيل الثامن 8700 بدون كي. طبعا 8700 لا يقبل كسر السرعة، يعني جدا عادي. طيب يقول عندنا هنا اللي هو كرت الشاشة اللي هنا عندنا اللي هو جي تي اكس 1070 8 جيجا، اللي هي الجي دي دي ار 5 معروفة 1070 تي اي، يعني صراحة ممتاز جدا. وهنا عندهم يقول لك الرامات 16 جيجا دي دي ار 4، ومركبين على الجهاز اس اس دي عليها النظام، وعليه اللي هو الاتش دي دي اللي هو هارد ديسك العادي 2 تيرا. طبعا التجميع هذه يا جماعه الخير كامله، هذه التجميع يا عزيزي قيمتها بعد الخصم 5200، تطلع عليك 5200 ومع الشحن ومع الضريبه هذه 500 ريال، تطلع التجميع كامله ب 5759 7959 5759 بالضبط، معليش ما ادري ايش الرقم طلع قبل شوي. طب هذا هذا القيمه الكامله، هذا اللي عليك بس تشتري مونيتور او شاشه وخلاص والعب جاهز كامل مكمل ما شاء الله. فنقارنه الان مع اللي سوينا احنا تجميع نفس التجميع هذه، لكن سويناها احنا يعني او اخذناها قطع وراح نجمعها مره واحده، فنخليكم مع تجميع مفردة. طيب يا جماعة الخير، هذا الحين عندنا احنا اللي هو الانتل اي الكور اي 7 8700 زي الموجود في التجميع الاولة، ما يقبل كسر سرعة ولا شيء، قيمته ب 1144. حلو، هنا عندنا يا جماعة الخير اللي هو من ام اس اي اللي هو الجي تي اكس 1070 تي اي 8 جيجا الجي دي دي ار 5، معروفة MSI من أفضل الشركات هي وأسس تصنيع الكروت، ما شاء الله التبريد عندهم جدا ممتاز. فنروح اللي بعد عندنا اللي هو الرامات من شركة جي سكيلز، سرعة الرامات ما يقارب 3000 دي دي ار 4، قيمتها 393 ريال. الحين راح نشوف سعرها الكامل راح كم تكلف علينا إذا بعد خلص التجميع إن شاء الله. وتيجي عندنا هنا المذر بورد، طبعا المذر بورد أخذت جدا عادية، طبعا ما فيها كسر سرعه ولا فيها شيء لان المعالج عندنا اصلا ما يقبل كسر سرعه، اللي هو الام اس اي الاتش 310 مايكرو او الام، تعتبر حجمها صغير، تقدر تاخذ العاديه او البرو اللي يعجبك، لكنها تدعم الجيل الثامن، واعتقد الرامات تدعم فيها اذا ما اخذ ظني الى 3000 وحاجه، لكن اتاكد لاني ما اتاكد صراحه. ما اعتقد انه مكتوب هنا، بس هو يقول تقبل 32 رام ولا كتب كم السرعة، لكن بشكل عام أغلب المذر بورد تقبل 3000 يعني. طبعا نجي اللي بعده عندنا هنا اللي هو الباور سبلاي من شركة كورسير 550 واط، 550 واط كافي جدا للتجميع هذه بإذن الله، وتقدر تاخذ 650 واط، ما في فرق بينهم بالسعر يعني، إذا أنت فرق بينهم تقريبا 40 ريال 50 ريال وأنت حر، لكن انا اقول شوف 550 كافي جدا، خاصة شركة كورسير كويسة في تصنيع الباور سبلاي، ما هي الافضل لكنها جدا ممتازة. طيب نجي هنا عندنا اللي هو التخزين 2 تيرا بايت زي الموجود في التجميع الجاهزة، وعندنا برضه حطينا الاس اس دي اللي هو 200 اللي هو 240 جيجا، قيمته 125 ريال. طيب نجي اللي بعده عندنا هنا الكيس، حاولت اجيب زي الكيس ذاك لكن ما حصلته، لكن جبت كيس من شركة كوجر، الكيس هذا يقبل كل انواع المذر بورد او اغلبها، ميد تاور يعتبر، وانت حر تبي تاخذ الشكل هذا او الشكل الثاني اللي يعجبك، لكن انا اخذت الشكل هذا لان سعره جدا ممتاز وعليه شحن مجاني. نشوف الشكل الثاني يجي، الموقع جدا بطيء اليوم، ما ادري ايش السالفة.
طيب هذا هو الشكل الثاني، ما اعتقد فيهم اي فرق، فرق جدا بسيط بينهم لانه نفس الاسم اصلا، فرق حرف الجي فقط اللي اشوفه، ما في اي فرق. هذا لاحظ، اذا لاحظت شيء ثاني قول لي تكفى. فنجي عندنا هنا للماوس والكيبورد زي قريبة، نحاول نحصل حاجة قريبة اللي هم مضيفينها بالتجميع، ومعها هنا اللي هو الماوس باد، ماوس باد جدا عادية يعني أرخص ما يكون، أو حتى طبعا نابلتوث، شوف يا سلام إبداع. قيمته 106 طبعا. التجميع هذه زود عليها تقريبا من 100 إلى 150 ريال قيمة الويندوز، فهذا التجميع كامل عندنا مع كل حاجة طلعت علينا ب 4570، لو نزود عليه مثلا 150 ريال بتطلع ب 4700، الفرق جماعة الخير فرق 1000 ريال. فأعتقد جماعة الخير فرق 1000 ريال، أنت أولى بها أكثر من الشركة أنها تأخذها. ومن ناحية التجميع، إذا وصل عندك التجميع يعني كنت تجمعها، أو إذا ما تقول والله أنا ما أعرف أجمع، ما موجود محلات ما شاء الله كثير عندنا، سواء كل مكان، سواء بالخليج العربي كامل موجود أي مكان، في ناس تسوي على الانستغرام اللي يعجبك. فرق ياخذون 100 و 150 ريال إذا أنت ما تعرف تجمع. فأعتقد جمعة الخير يعني مع التجميع كامل راح تطلع عليك هذه، لا الله، تجميع راح تطلع عليك ب 5000، نقول مع أسوأ الحالات ب 5000. إلى الآن أنت عندك 750 ريال أنت أولى بها. 750 ريال جيب لك شاشة اللي هي الأيسر 24 إنش 144 ميجا هرتز تقريبا، هذه قيمتها، فأنت أولى بها. فإلى هنا جماعة الخير خلص الفيديو حقنا، أتمنى كان قصير وحلو واستفدت منه بإذن الله تعالى. ما بيطول عليكم أكثر من كذا، كان معكم باسم من قناة سوكا، السلام عليكم.